فرجة ممتعة. والله ينصرك لا يعطيك حجة. حق نار عادي خدام. هنتي ما تتناهد من فمي. جي معاك ليزار وجي معاك الخيط اللي ديتي من هنا. خيط بيض. سيقوى إلي يا أستاذ. بيض. أواش إحنا دجاج؟ تقسي. بيض. نعرة طلوعد. شكلي مزيان. بيض. أنا أعطيني فلوسي. سلفك. خيط بيض. سلفك فلوس تعطيها لي يا باسطة. خيط بيض. تنفرق اللحم عاد سير لي. خايفة بيا تبقى صاحبي بايت صرط من ميك شوية تكون قاعد في الكون قيم خايفة بيا عوينا خل دارك اخبر خايفة بيا طب وين مخالب اللي قرب حي خايفة بيا واشري مالك تكركر عليا خايفة بيا 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 اي 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 الرباط الفيشو اليوم ها غادي نديروا واحد الحركه قبل ما نبداو مزيانين متفقين معايا كندير هديمة انا طاغيه انا غنقول للرباط بغيت نسمع الصداع الناس ديال الصخيرات تمال كل شيء يسمع متفقين هاد متفقين شويه قالوا الناس اللي مجوزين اللي سيليباطير قهركم البرد ولا شي يلا الرباط مازال خاصة واحد من غيزة الرباط اللي الفوق شوية هذه الثالثة غتبلبل الرباط ودابا نقدروا نبداو ولكن قبل ما نبداو تسمحوا لي ندير واحد لابيل وانا معكم اللي عنده شي دري صغير تسكتوا واللي باقى ما رداتوش خرج برا كاينه بلاصه رضاع الو سي علي كيفاش تكون معايا وانت مع الو خرج شي الحارس معك سي ابراهيم ايكوت مو بيان السلعه اللي قلت لك جيبيها البارح نساها تكون سونطرا معايا على السلعه ديال اليوم شوف جيب لي شي هوندا ديال لي كوش طاي كبيره شنو واقع او داس كوترا ديك الهاشميه دارت لهم الرفيسه البارح وكثرت لهم من المساخن ولا عندنا مهرجان ديال سريسرا في الدوار شوف الا لقيتي شي باكيه ديال ليكوش نمره 50 جيب معاك شي وحده لا لا ليا راه انا نقرت معاهم البارح ومره مره صافي سي علي يلا سير حي وكيفاش قطع انت الاولى سي علي واش انا صاحبتك الوغ جو فو بريزونت معكم سي ابراهيم صاحب بقاله ولاد بلعيد هوم دافير يعني رجل اعمال سابق انا الفضل ديالي على الدوار كبير واخا ما كنبغيش نمن ولا ني هاد الكنوز ديال اللي من عليهم انا جيت لهاد الدوار لقيته في طور الانقراض ابنادم غادي وكاين داتر نسبه الاناث اكثر من نسبه الذكور قلت سي ابراهيم خاصك دير شي حل وانا نجيب كونطونير ديال لافوكا داز سيمانه مسكين ولات امبراطوريه ولاد بالعيد ابنادم كيفرخها بالفرد 17 20 22 بنادم ضربها بالمعلقه انا شفت هاد القضيه دي صدقات مع بنادم قلت ارا نجربها في البهيم جبت التور جبت البقره حطيت لهم صندوق ديال لافوكا والنقعه ديال لافوكا ماشي ايوا ضربوا داك الصندوق ديال لافوكا وبقيت كنتسنى اي هم شنو اي هم شنو هنا تاكدت اخوتي باللي البقره عبقر واحد النهار عيطت لي وزاره الثقافه مع 6 الصباح قالوا لي سي ابراهيم بغيناك دير لينا شي مركب ثقافي في دوار ولاد بلعيد وانا ندير لهم بار ثقافه وترفيه واشياء اخرى عندكم تحقروا هذا البار هذا تفرشوا في القسم 8 هذاك الشمكار ديال مجيد ضرب بيدوز هذه المحيه هنا ومشى حي على الاستاذه ليلى المسلسل ديال المكتوب تفرشوا فيه تكتب هنا الشيخه اللي مثلت فيه شحال غنت عندي هنا الواعره الفيلم ديال الرساله تفرجوا فيه
ها جاو شارجاو كاميو ديال الكفار من هنا. الله يكبر بك اخويا، الله يحنن عليك. انا كانوا غيديوني مع المسلمين، ساعه لقوني ما موضيش، سال لي الحجر ديال شوفو. وزاره الصحه هما لا غد لي عيطوا لي مع 6 الصباح قالوا لي سي ابراهيم حنا بغيناك دير لينا شي مركب صحي في دوار ولاد بلعيد، وانا ندير لهم كلينيك فيه كل شيء، خاصها الطبيب يجي. ميرسي بيبي. قول لي يا شريف، هذا هو دوار ولاد بالعيد؟ لا غلطتي، غاتشي نيشان طاكسي صغير رومبلو. كيفاش؟ هو هذا. مزيان. وحنايا مزيان. مخزن؟ لا لا. جدارمية؟ لا لا. مراقبة الحسابات؟ معك طبيب؟ بو خلعتينا، طيرتيها منا خلعاص. اسماعيل راه قلنا دفلا بشويه ماشي معقول. وستار خوتي والله الا دفلا عليا بالله. صافي الرداد هذا سالات كورونا. اول اسماعيل صافي تي فوكوا خلعتيني. قول يا شريف علاش خلعتك؟ تيسحب لي اللجنه ديال حمايه المستهلك. وشنو انت علاقتك بعلاقه لجنه حمايه المستهلك؟ وتسترني. سرك في بير. سري فين؟ بير. هذا راه ماشي بير، هذه راه مطموره. هذه راه مطفيه. اقول على حسابي. يقول عندي واحد ستوك ديال دانون بيريمي كنبيعو الناس ديال الدوار. كتبيع دانون بيريمي لعباد الله؟ سرتينا بكري. معلة الله وعليك، ما حشمتيش اطفال المستقبل ياكلوا دانون بيريمي؟ الناس ياكلوا هذا الراجل المستاج ياكل دانون بيريمي؟ هذا عمره ما شاف دانون في حياته. انت كتضرب الشقوفه. ايوه انت كدير باش واش مرتو راه كاين دانون كونفليكس تلاقي في راسك شويه. راه الزيت ماشي كل شيء. اوميغا 3 اوميغا 3 عطيه 4 5 6 1 2 3 4 واش وما كياكلوش. واش كيديروا ليه؟ كيديروا العيالات ماسك لوجههم. علي هاد الايامات كنشوف شي عيالات في كريمي. أناس قول يا دي الديفو ماشي في العيالات، الديفو في دانون ديالك. ماشي بعدا انت اللي دير لي الدخلة ديال القناوة. أنا وزارة الصحة قلت لهم صيفطوا لي طبيب ماشي طاقم طبي. أنا عزيزي أنا والطاقم ديالي باش نشتغلوا خدمة نقية أنا وولادي إن شاء الله. قول يا شريف فين هو المستوصف اللي سيفطت الوزارة باش تخدم فيه؟ حاشاك، دوار ولاد بالعيد ما فيهش مستوصف. وشنو في الدوار ديال ولاد بالعيد؟ فيه كلينيك. دوار ولاد بالعيد فيه كلينيك؟ وفين يبان ديال الشيخ زيد. فين هو؟ لا كاب فين تنفتحوا للمرضى. اييه. الطبقة الأولى فين تينعسوا المرضى، عندهم ديسير جزيرة سبور أنيمو كل شيء. زين. الطبقة الثانية واحد لابيسين كبير ديال صحاب التحليلة ديال السكر. أيه؟ راه ما تبول. اييه. وهذا الشيء اللي كاين. فيه كل شيء. صافي دوز. تحكر. قول يا شريف بالنسبه لدوك لي زاماتيريان. كلشي كاين. معدات كاينين. اللي كاين الراديو تسر، تخطيط ديال القلب، سكانير ديال الراس. بالنسبه للشيعه الصينيه. كاينه الشعريه الصينيه خاصها الدجاج. شنو؟ كلشي كاين. حاجه وحده اللي خاصها. اشنا هي؟ حاجه وحده. اشنا هي؟ هو هاد الماتيريال اللي قلت لك تصيفطوا لينا وزاره الصحه. هي 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 دابا هاد الشيء اللي قلتي ما كاينش. ولا كاينه بلاصتو، كاين البريزات ديالو. شنو قلتي لي سميتك؟ سي ابراهيم. ايوا سي ابراهيم. لا وشنو غنديرو ما كاينش الماتيريال؟ ولا دابا قال لك وزاره الصحه دايره قرعه مع الوزارات الاخرين. زيد. غتشد القرعه هي الاولى تشري الماتيريال وتصيفطو لينا. هادشي اللي كاين.
بنادم عايز صبر شويه. قول لي دايره ضرب دارت ايوا ملي ضرت هي غندور حتى انا. السي الطبيب الله يهديك. واشنو اشرف شنو اجيا وارخف النفس. راه الا ما كاينينش الماطري المعده الطبيه ما يمكنش للطبيب يشتغل في واحد البيئه سليمه. واش انت طبيب؟ ايه. عندك السناطه؟ عندي. وراه لا عندك السناطه عندك كل شيء. واش غندير بها؟ حطها هنا وحطها البنادم هنا وتلمس عليه. حنا راه خاصها اللي تلمس علينا ما مرض ما والو. تلمس عليه مزيان. واه شريف ترخيتي. اه مساج. تلمس عليه مزيان كتب لي شي اوردونونس. ها هو شفا الله. واقيلا شتي راك تفلع على راسك ولا شنو؟ اشنو؟ ما عرفتش شكون اللي معاك واقيلاك؟ شكون؟ معاك السيدي الدكتور الفايض. ها؟ لو ديريكتور جينيرال دو موستخاتيف انترناسيونال سوس ما هو كان طاقوس الجيريان. هذا اللي قلتي دابا تخصص؟ تخصص ديالي. هذا سناك. شي تخصص؟ سناك. اشريف. واش عباد الله الدكتور اللي قاري 9 سنين فوق الباك و 9 سنين في الجامعه و 10 سنين في الزنقه وما دادوش ليه حتى يبيعوا على الجلس؟ واش يا سي الطبيب هاد الزمان هذا الناس راه كدير علاش ترجع ماشي علاش تجلس؟ اي وقيله ما كتعرفنيش مزيانه. مازال ما عرفتكش انا. كتعرف الدكتور التازي؟ الدكتور التازي هو هذاك اللي على بالك قريت انا وياه في التحضيري. هو كيدير عمليه ديال الشفط النفخ وانا كندير هو كيدير عمليه ديال الشفط ديال الشفط كيجمع وانا كننفخ. وقت ما يبان لك شي فنان ولا شي فنانه منفوخه انا اللي نفختها. ما تقولش لي شي خطراك انت اللي ايه وحشك الاحمر. هذيك شي خطراكس السلعه ديال لاواط سلعه الشينوا ماشي خدمه ديال اليد. انا عندي خدمه ديال اليد عين عقده عين عقده عين في صاله رباطيه شي خدمه نقيه. اه قول لي كتعرف دنيا باطمه؟ دنيا باطمه دنيا اش من فيرسيو؟ اش كاينين بزاف ناخذ مثلا دنيا باطمه 2021 وبزاف. شوف ليا شوف 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 واسكت عليا. اه و هنا واو استاذ راه غيجي ال تورك غيخلي ضربو انا وياك وتلاقى الله شاء. اذا غيجي باطمه غيخرق عليا القنبري انا وياك. صافي سمعنا زعما واش كي جاتك مزيانه؟ ها واش هذه خدمه؟ هذه خدمه نقيه. انت اللي نفختيها؟ انا اللي سيفطها دركيا باش تنفخ. كاين ماشي صحابي ديما في تركيا كينفخوا مزيان. والسي الطبيب اه اجي انت تتنفخ تتنفخ ايه ما كرهناكش دير معنا واحد مزيان ياك ما بغيتي نفخك. لا انا واصل تيرمينيز ديال النفخ. اه مزيان. اه لا شكون مدام؟ مدام اه المدام هذا خوها. اه الشريف والمدام هذيك وهاد المدام تزوجتي على حب واخا هاد الموضوع حساس شويه ما كنبغيش نهضر فيه. هادي خديتها رمانه مغمضه. رمانه مغمضه؟ اه هادي حاشا واش رمانه مغمضه؟ هذا اللفت المحفور. تضحك انتيا تضحك عاش بك الحال تضحك مع راسك. واش عرفت علاش كيضحك اسماعيل؟ علاش؟ عنده بحالها في الدار. اضحك 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 يا ابو حميد اضحك اضحك اضحك. لا صاحبي لا هاد خيزو ما عنديش معاه هاد الخدمه ما كنديرهاش خدمه اللواط ما عندي ما ندير بها. شوف اشريف كثرت معاك بزاف انا غنمشي للكلينيك غنمشي للبلاصه اللي فيها لو سناك غناخذ واحد الساندويتش فيجيتاريان. تقول البصاره هي هذيك غناخذ ان شاء الله وغنتسنى الزبائن يعني المرضى الا جاو صيفطهم ليا. مون بيتي جوردوي جوردوي بنادم ما كيفهمش في الزين اخويا قال لك اللفت المحفور هذا راه الخرشي في البلديه ونقطع يدي من هنا هادي لك الزاب.
سي مجيد هذا. والله سيدي لهاد السي مجيد هذا من اطيب خلق الله، وما كتسمع الصوت ديالو منيش يكون ساهي، ما ملي تيشرب تترون. هو نهار جبت الكونطونير ديال لافوكا خدم عندي صندوق، هو ما مجوج ما والو، غيكون عاود فيها البيع واقيلا. ماشي هي ديال الموسيقى اللي قلت لك طلق ليا. الحاج وغنقتل راسي. اش وقع الحاج؟ واه ويلي غيموت. اش وقع الحاج؟ وغنتف شعري. وراه من تشوف الحاج غتحمس شحال ما جيتش الرباط. شو وقع الحال؟ انت مين ابراهيم؟ تمشي عند موالين الدار تقول لهم تنتسالوا الفلوس. الخطا تي وقع الحال. انا اللي خرجت الكويت من الازمه. انا اللي سلفت السعوديه 100 ريال. انا اللي سلفت قطر باش داروا كاس العالم. حاج حاج تجي انت مين ابراهيم تقول جمع حسابك. صافي الحاج سير بدل ساعه اخرى. جمع حسابك. والله تتشيت بدل ساعة أخرى. القضية خرجت من يدي وصلت الرباط. جمع حسابك وسيدي. من القضية وصلت الرباط حسابك مجموع الحاج ميشان. صافي الحاج تعطلتي بزاف يا أستاذ. عندك الحاج 60,000 وشي صريف. ماشي مشكل صريف، عطيني على 60,000. حسبت الصريف صافي الحاج ما بيناتناش. ليه ما تطلعش لي الدم؟ حسبت الصريف و 60,140 ريال. عاود حسابك. عندك الكرا وليدات؟ عطينا رزقنا الحاج الله يرحم لك الوالدين. مأكد؟ ومأكد. هاد راه الإحراج. أنا ما صافي الحاج. ويلي 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 ما كان الحاج. ويلي 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 ياك ما طاحت لك 60,000. لا لا ويلي 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 واش واقع؟ بحال لابس السروال فازق واقيلا الحاج. وفين هي سلفت الكويت؟ انا اللي عطيت القطار باش داروا كاس العالم. تحمست اودي الحاج. راه حجرتك ثقيله. الله يرحم الوالدين. كنبغيش نخسر لك. الله يجازي. غنصبر عليك الشهر الجاي. لو ان تكون عندك. لو ان لا ما كانش لو ان لو اي. المهم ما نوصلوش لو ان. حاج جو تو جور. صافي الحاج بلاش نقيدها. الحاج الحاج 60,000 تي فيا لي فري دوسي مصاريف الشحن 90,000. ليش؟ قضيه وصلت الرباط خرجات من يدي. ياك مولين الدار دازو عندك اليوم؟ داز مرت ولدك. دات شي حاجه؟ خدات قالب ديال السكر. وقيدتيه؟ قيدته. وعقل عليه؟ شنو؟ قالب ديال السكر. وراش قالك الحاج نتايا عندك شما في خبارك شو واقع في العالم؟ شو واقع؟ وترى قال لك واحد الفيروس الله يستر كيضرب الخضر واليابس. الجراد هذا؟ الله يهديك الحاج، هذا الفيروس راه كيدي بالمية بالميتين. البراق. الحاج البراق راه تيدي لطنجة، هذا الفيروس تيدي للقبر ديريكت. يا ربي السلامة، ومنين جا هذا؟ والو سيدي شي واحد في شينوا قال لك جا الجوع. مشى للسناك ضرب طاكوز ديال الخفاش صوص الجيريان ويطلي الزمر كامل. طاكوس ديال الخفاش؟ وشنو هو هذا الخفاش؟ خفاش الحاج هو داك سحت الليل.
واش اللي فرموانا وفرطال ولا واش كلاو لينا ياسين احجام ولا شنو؟ واه ويلي كلاو لينا الممثل ديالنا ولا شنو هذا؟ لا الحاج اش واقع؟ لا اش واقع؟ الخفاش الحاج هو داك الحيوان اللي كينعس من قلوب. طوبه لابسه عبايه. هو هذاك الحاج هو هذا. يوم خلي لهم برجر مخلي التقليه مخلي تاكوس مخلي فيك تيستي مخلي ايوا طلمبتي بزاف يجمع عليا فمك. اجي الحاج اش على واد الفيروس جلس في الشينوا تيقنط كيفاش مشى لاسيا حصدها كامله. ويلي اما الصبليون قال لك الله يستر سبابهم ديك بؤره شبع عائليه. الله يستر الله يستر. وشنو هي بؤره شبع عائليه؟ تنكون بيني وبينك الحاج نقول لك لا عاقول. عيب الحاج ما يمكنش. لا عاقول. لا الحاج عيب. مخلص في العرب. قول بؤرة شبع عائلية. وعرفتي شنو غدير الحاج؟ انا غنعاودها لك وانت عاودها لهم. مالهم يخلعوني. بؤرة شبع عائلية الحاج هي ما فيها. قول والله. والله حتى هي هذه بؤره شبع عائليه. يا هذه الحاج. اويلي كي غندير نقولها؟ مخلص. مخلص. عاود لهم بؤره شبع عائليه. ولكن هذا الشيء راه ما كاينش. شنو اللي ما كاينش الحاج؟ انا كنت مؤخرا في الصبليون في واحد البؤره ما كاينش هذا المرض. حاج. كذوب. واش في خبارك الحاج هذه بؤره شبع عائليه لا دخلت للمغرب؟ الله يستر. شي مدون غيبقاو فيهم على البلايك ديال القف والسطوبات. يوقف ندعو معهم قليلا. يا ربي ترزقنا حسن الخاتمة. آمين. يا ربي تبعد علينا هذا الوباء. آمين. يا ربي يا شيخ 5000 درهم. حاج. إيوا باش نعطيك 3000 درهم ديالك و2000 درهم ما كاينه الفؤار. مزيان الحاج. تنتحمس. وهذا الفيروس هذا وكيضرب حتى الجاليه اللي في برا. قول والله حتى تيقيس الجاليه. مال هو غيبقى يقلب الباسبورات وكيضرب كل شيء. لا حول ولا قوه. مسكين الحاج. وقيل الحاج عندك العائله تما. سيبتي. الله 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 يا ربي بعد عليه هذا الوباء. سوقك. نسيبتك. حاج. تتجيك. لا. تتعرفها. لا. نسيبتي انا. انا اللي ندعي معاك. انت امين فقط. صافي الحاج. فقط صافي الحاج. يا ربي تسبقها هي الاولى سيدي ربي. عيب عليك الحاج. الحاج كاين سوء تفاهم. شنو هو سوء تفاهم؟ اجين كشتي هي عندها واحد البوقعه هنايا في سونترفيل. تصيفط لي 3 مليون كل شهر باش نطلع عليها واحد الدار. بارك الله. ودابا الحاج غتكون بنيتي الطروازيام خاصك على انطيرفون. لا خديت لانطيرفون خاصي طلع الطروازيام. الحاج واش كليتيهم؟ لا انا ما تناكلش الحرام. وشنو؟ شربتهم. الله على اخلاقك الحاج. انا صريح فهاد الشيء. سي برهوش ولكن صريح. 3 مليون في الشهر الحاج. 3 وحدة تنطح الاخرى. عشتي البطخ. ها الرفاهيه. والستين الف ديالي الحاج. 60000 ديالي. يا ويلي نخلصكم فلوس الحرام. عندك يضحكوا لك مولي الحوانت. يبقى يقولوا لك واهو ابراهيم. صافي الحاج. واهو ابراهيم. صافي الحاج. الله
الله ابراهيم لاباس كي دايره؟ الحمد لله وانت بخير. الا بعد منك هاك كحل الراس غنكونوا بخير. الحمد لله شعري ما كحلش. الحاج نجات عتابو. نعم سي مهدي. فينيتو فينيتو لا ميزيكا فينيتو. ايوا تبرهش يا الحاج. ايوا شويه اكبرتي يا نجات. نعم الكبريت مزيان الشعر. ايوا مزيان حتى العينين الحاج. قالك سي حيد الجلاله. كيحيد الحضيه. داكشي اللي قلت انا. الحاج ابراهيم عطيني عفاك واحد الخبزه وقبطات النعناع. ما في خبارك شنو نجات؟ اشنو الحاج؟ كاين ابو ارشيب عائليه في العالم. شنو هي هاد البؤرة شي بعائلية الحاج؟ بؤرة شي بع لا لا الحاج نجات بالدوار خصها تفهم. ولا العلم نجات. خلي الحاج يشرح ليا. ياك اه سير اخويا اشرح ليا. الحسد ديال موالي الحوانت. انت كتعرف ابراهيم؟ الا البؤرة شي بعائلية ضروري الودنين. يا ويلي راه موضوع خطير السيدة. يا ويلي كنهضر معاك. قول بؤرة شي بعائلية. اين على والديك الحاج؟ فهمتها طايرة ذكية برج الجديلة. وانت مصندل ما كتحشمش برج الدلو. لا برج الكلب. نيت ابراهيم الله يعطيك السر. اعطيني بيضة واعطيني خبزة وقبطات النعناع. عاد اش غدير صبق الحاج؟ لا لا ادوي الحاج راه مجمعنا. ايوا خويا انا تنرجع. نجات اي سي فوزات شيفو. ميرسي. الحاج هذاك السيد سير بعد منا خلينا نبيعو ونشريو الله يرضي عليك. اعطيني معاك فرماجة وماكينة الحسانة. ها؟ ماكينة الحسانة. ايوا قول يا قبيلة مني كان الحاج هنا. يا ويلي ابراهيم على الحاج الراجل قدو قداش نقولها. الراجل؟ لا انا نجات ماشي راجل ولا لا ها والسمع عليا شي هضره ما هي الدوار ابدا. ياك ما دايره شي فضيحه ديالي في الواتساب وانا ما في خباري. لا لا انت سولهم. واش واقع نجات؟ والو انت خونا وحبيبنا ابراهيم مالك انفعلتي؟ طيرتي مني خلعانه يا راه تنقحاضي مع السوشيال ميديا. لا لا ما تخافش قولي هذاك شي بحال شغل البيست فريند. هذيك ابراهيم هكذاك. ايوا لالا تانتيا راك عزيزه عليا نجات هاك. ايوا مني انت انا عزيزه قيد هادشي تا راه الشهر. بو على كنس كي داير دوار كله مسحور. هادو هما اللي تيخليو القضيه محزوقه هما هادو. خزيت يا لطيف. خدات ماكينه باش عرفتيها الحاج؟ قبيله مني كنت نشرح ليها البؤره شي بعائليه الحروشيه يا مسكي. فينيسيو والو درك. اي اي الله يتبوسيني بالله. هذا مجيد غير يولي لي البار سير حيد عليا الحاج. لقيتيني نيت انا غادي هنا جيت القيصريه. ليش؟ قويله واحد مولات البغرير بحال راه مشيت بحال غمزتني الله يعلم. سير الحاج الله يعفو عليك ويلي الله يهديك. اسيدي هدا علينا هنايا. خرج ليا مجيد من محالي الله يرضيك. اطلق ابراهيم اصاحبي. خرج يا سيدي ويني مصيبه هادي. خرج لينا من محالي. ما تدفعنيش يا ابراهيم. وندفعك ونفوتك لي يا سيدي. احترمني جيب لي حوايجي راه بقاو تما. اش من حوايج؟ حوايجي يا تما. ار ولاد الكنس حوايجو. السلام عليكم. العاصمة. ويلي. وكي درتي حيدتي هذا لداخل؟ وشكون شكون عقل على راسي؟ راه الفرفارة مجيدة لداخل. راه ليا حوايجي. احترمني يا ابراهيم انا راه كليان والكليان اشكالو الوان. اها. وانت؟ شكرانو عيان. وانا؟ غضبانو زعفان. ولكن خاصك تعلم تهدر ابراهيم راه ما تتعرفش تهدر والو. انا كنعرف نهدر غير في الفلوس. عطيني فلوسي ولا غنعيط لك البوليس.
تما مالكم اصاحبي وليتي ماتيرياليست؟ فلوس فلوس، فين هي الاخوه؟ فين هي الموده؟ واش انا الموده غنخلص بها الكره ديال البار؟ الله يرد عليك الشرف. اجرب اجرب والله. مجيد فلوسي الله يرضي عليك. شحال كتسني؟ 30,000. او 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 باغي نخلص هذاك الشيء اللي شربت انايا، باش نخلص لعباد الله. وي هذاك الشيء اللي شربتي انت 30,000. مالي شارب النخاع شوكي. ترى الشراب اصاحبي، الشراب وحرام من الفوق. حرام وغالي. نطلع انا لجهنم يضحكوا لي اصحاب المحيا. لا خويا. انقص عمي انقص. واش على هاد الهضره السي مجيد؟ دير انا بلاك لداخل كاتب فيها لي غير المسلمين. اها وكيفاش؟ ولي المسلمين ثمن ولي غير المسلمين ثمن. اها وشحال؟ للمسلمين 30,000 ولي غير المسلمين 6,000. اويلي الكفار مهلين فيهم والمسلمين مطنطنينهم. ولي سرهم تما، قال لهم ربي هادشي حرام وكيتقاسوا ليه يا خويا. ولكن ما عندنا ما نديرو، هاكا سيدي داكشي اللي كتسالني. او سي مجيد، وهذا راه الثمن ديال اللي غير المسلمين. وانا قلت لك مسلم انا. انا مسلم انا. مجيد. عمري صليت انا وياك؟ لا. عمري مشيت معاك الجامع انا؟ لا. عمرك شتيني كندبح الحولي ديال العيد؟ انا راه اصلا في الدرب مسمين عليا اليهودي. ويلي جيد. قيدني قيدني مع الكفار وخليني مني سيدي ربي انا. اي جيد. انا اصلا الوالده كتقول عليا خرج عليا الكافر بالله. والله قيدني 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 مع الكفار واللي عاديش غدير. انا ارى ديك السلف. انا برافو. انت شوف وديك الشيء اللي عليا قيدوا عليا في الكريدي مجيد. صافي. وفي السميه ديالي دير لي مجيد ابو لهب. باي باي. ومجيد وديتي لي رزقي في الدنيا. ايه؟ انا غنتخلص ان شاء الله في الاخره. في الاخره تخلص. الا كنتي راجل جبد هذا الموضوع تما كاين. لا نعرفك راجل. ومجيد ولا لا يحرق فيك شي عظم. اول مجيد عنده 30,000 هو سكران ما غيعقلش. 70,000 يا ودي الايمان. قال لك جزال الاخره ان شاء الله. في الاخره انا وياك شويه وحده هكا الباربيكيو. انا وياك وبيل كلينتون ان شاء الله. فو ولا بنس كثير صنع. هنا الرباط إذاعة المملكة المغربية. عند الإشارة تكون الساعة 5 زوالا. إليكم موجز الأخبار. فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره المنتخب البرازيلي بخمسة أهداف مقابل صفر في مباراة ودية للكرة الطائرة. خبر عاجل، تسجيل دخول أول حالة إصابة كورونا بالمملكة المغربية على سلامتنا. نهاية الموجز، إلى اللقاء. اللي قلنا والناس ديال الدوار ومجيد تجات تجنيو كاين والحاج شو واقع؟ اش كاين ابراهيم خلاصينا؟ وصيبك على وقع في الدوار. ياك اش واقع؟ صافي الاخر ياك. هذيك البؤره شي بعائليه دخلت المغرب. واش متاكد دخلت المغرب؟ يا ويلي قالوها في الاذاعه.
تي لي سيري جغرتي يا ويلي يا فرحي يا سعدي وماشي كنت غنمشي على قبيله الصباليون يا كالصوبيسه ولا مجيد شنو هادشي جوجتي قوموا يا الناس ديروا الكمامات كورونا جات يمها ولات البنات كورونا جات زينت البنات كورونا جات يمها وزينت البنات ياي اش هادشي هادو السي مجيد واقيلا دوك سكان الفضاء اللي تيرجمونا بنيازيكم دوك لي زتراتيرير لي تيروريس تيروريس لا شنو شكون هادشي لا لا ماشي هادوك الشيء اللي قلتي هادي ديك لافوكا ديالك ابراهيم خمجات ودارت رجلين ويلي بنات فتيات كديرين بخير نتمنى تكونوا بخير وعلى خير انا اليوم جيت المغرب وغندير لكم واحد الفلوق ونلوحوا لكم امبوسي نساكم امبوسي امبوسي شافي عرفتها شكون هذا النص الفوقاني ديال امي نعيمه واي يلا نسلموا على السيده يلا يلا الحاجه واش النص التحتاني يبقى في الحبس واقيلا هذا خير السوسي شيري شيري سلام ريحة العنبر في ريحة الأم الناس ديال الدوار شنو ياك ما سلمتوا عليها علاش ورا هذه هي كورونا ويلي ويلي على كورونا ولات قد الكرداس ياك كورونا لا تظهر بالعين المجرده هاي ظهرت قبل ظهور المسيح الدجال ويلي ايوا الا كانت هذه كورونا هذه راه ما خاصهاش كمامه هذه راه خاصها حمال تركبها وراري بها تيديها النعاس ويلي ناري المخزن جيت اش درتي المخزن هذه القايده حوريه عرفتها مالها كتسكر في كورونا واش غنسكر في الجامع راه دار نجات نعم شنو جمعك الديكاباج حوريه غبري بنادم الله يستر سي ابراهيم خدامه الله يعزك الله ينصرك ديما عسكر حتى القبر انا راسي ملي تقول شي واحد باغي يدخل للدار دويت معاهم حتى واحد سيد الريدو ابراهيم البار ولا الحانوت بجوج الحبيبة كبيدة هرمنا من أجل هذه اللحظة واش باغا ديري نفوسك وما خفتي تعادي راني كورونا يا ويلي حنا المخزن ما تنتعاداو زيدي له ايوا تعال زيد شنو هذا الرداد الرداد ايوا تسنيني نزل المستوى ديالك هيا الطبقات قولي لي نعم الحبيبة كي درتي تدخلتي عندنا البلاد لا جيت نعاود لك راه تبكي عاودي لي باغا نشهق ايوا سمعين لا انا جيت في منخر في منخر منخر رقب رقب عدا عدا لوشان الصدر طنقه في المنخر الى انتي في العوينه حلولي الباب ما نديرش الصواب مهمتي
اش هادشي بزاف. هذا بحال لا عجبوتو. عاود هالو. نعاودو عليك؟ عاود لي. ورقب رقب. رقب رقب. عاد. وانت قد هكا وجيتي في منخر. ما تشوفينيش انا. اه. شوفي هو منخرو قداش. وبوق عاف بوق نادم. اللهم صل عليك يا رسول الله. وانت كتباني كبيرة، شحال في عمرك؟ في عمري 20. اه؟ 20. شنو هادشي؟ كوزمي 19. وشنو سميتك؟ كيقولوا عليا كوفيد 19. كوفيد 19. وشنو المخطط اللي باغا ديري لينا في البلاد؟ هو نفس المخطط اللي دايره مع فرنسا. كيفاش؟ هو السدان 24 ساعه على 24. لا ما خدامش. سمعي البيله راه الا سديت عليكم راه غيوليو يعطيكم ماكله فابور، كونيكسيون فابور، الماء والضو فابور. ونزيدك الدراري الصغار غيصيفطوا لهم لعاب حتى للدار باش ما يجيوش المال. منين جيتي هاد الهضره؟ وياك عندكم هذاك رئيس الحكومه عوت وهذا لا لا ياك اللي دارتو فرنسا تا هو كيديرو هذاك تياخذ على الخايف ديال فرنسا هادشي اللعاب ما يفهمش فيه. اعطينا ان نوتخ مخطط. اعطينا شي مخطط اخر. ايوا حيت عزيتي عليا غندير معاك واحد المخطط لي زوين. مرحبا. وانني غادي نخليكم خارجين حتى 6 العشيه ونسد عليكم، ولكن راه اللي لقيتو خارج مورا 6 راه غنقمطو. انا مزاوب فوتي ليا المخزن والاغنياء ولي بورجوا. واش خليتي ليا ما نقمط؟ الفقراء. ها المزاليط طالب معاشو. مالي الفروي كوني هانيه تيبيع الميلفاي. مشا انا بغيت عطسه جماعيه كلشي تكوفد. كوني هانيه سنايبر. وشنو هما البلايص اللي تتنشطي فيهم؟ هما البلايص اللي كيكونوا فيهم التجمعات. بحالاش؟ بحال في كاين حنا دابا فمك لحسو كلب. المسارح، تيرانات، جرادي، والجوامع. والبيران؟ لا. هادو كلا. علاش؟ وين قلت لي ما لقيتش لي برجوا؟ ذكية. مراد وذكية. فيليسيتاسيون. ركزي لي على الفقراء. مهانة. إوا هانا مشيت. تاع حورية. نعم. بغيت نسولك واحد السؤال. مرحبا. هادوك البؤر شي عائلية. مالهم؟ فين نقدر نلقاهم؟ لقيناهم تحنا. لقيناهم تحنا. لقيناهم تحنا. انا راه فايره ما لقيتهمش. ركزي لي على الفقراء. يلا بالسلامه. ايا حلوه ايا طعمه. ميكروفا. ونحصل شي واحد خارج مورا السق. راشدو نطلع لي مع ملاخرو. ملاخرو ندوز لي مع قراشتو. قراشتو نزل لي الدار. تما كدرك على البرد. يلا. رقات. صافي هادو غيتحيدو خويا. وا سيدي راه قلنا الرقات. ناسي القدام. البرجوا. البي اي بي. سمحوا لينا سمحوا لينا ليلار رقات مزاليط الاخرين. مشى دفن. سكتي غتفضحينا سكتي. ابراهيم شكون تما؟ نجاة. اش بغيتي؟ بابي جينيك. علاش بغيتي؟ باغا نتمر بين مخاد. عطيني بابي جينيك من طنجة ابراهيم. واش من بابي جينيك بغيتي؟
ديال 160 وتزاد ولا 460 ايوي على 460 مالو غيمسح الذنوب ارا لي بابي جينيك ابراهيم وديه ولا خلي ابراهيم ولاد عطاني النخال ابراهيم شغيت ترنت في فهاد الساسه هاد الليله بغيت لك مصايبه مني ما عندك لي حد زيدني هذيك البايره بوي خلاص تلعك الفورما معوجه اودي الرجال اودي صافي هكاكم دخلوا نتوما تدخلوا اودي الرجال تفو كي دايرين انا نوريكم الرجال اش كيشواو يا بنيت اسكت اسكت نوريهم الرجال ابراهيم اشكون تما معاك مجيد شنو بغيتي الروج وتقاد الروج ما بقاش الروج لا كنت باغي نوريكم الرجال وكنسال الروج اجي قول لي المعقم في لانكول في لانكول انا شي ايترو ابراهيم انا شي ايترو ديال المعقم اين يمكن لخد ابراهيم انا وقلنا لك ايترو ماشي برميل او ابراهيم اللهم ان كان سحرا فابطله يا لا اله الا الله الاخت كورونا ياك ياد جيتي من شارع الفيدا اللي جيت من المسيره ودست على الفيدا ولا ما تسحق اش ابراهيم واني مصيبه هادي شكون تما الحاج بغيتي يا الحاج كاين العدس كاين 5 كيلو زيد 5 كيلو ديال اللوبيا زيد 5 كيلو ديال الحمص واش كتبني في حبس الحاج ولا ما تركزش على البنايه تركز على السلع كاين الروز كاين الروز 5 كيلو زيد كاين الدواء ديال السهله لا ما كاينش انيلي الروز 15 لتر ديال الزيت واش باغي تقلي ولادك الحاج ما تركزش على الابناء ركز على السلع واعطيني معاك واحد الباكيه ديال لا اله الا الله كل نفس ذائقة الموت كورونا ياك ياد صافا تتقتلي الناس انتيا كان قتل الناس انا اصلا اش غندير في هذه الحياه 50 سنة ولادي كاملين توظفوا انا ما خليت تقنت في العالم انا مشيت للانزقام يعني هذا الشيء اللي عايش معكم اربح قولي لي منين منين ايوا زيدي شويه هنا منين منين تضربي الانسان شحال تيجلس باش يموت وهذاك الشيء على حساب ياك واش غتمشي للكلينيك ولا السبيطار ديال المزاليط واش عندك المعارف ولا ما عندكش واش لاباس عليك ولا مكمل الناشف وكتبقى لك نيه واش كنيتك وهبي ولا كعبي انا الحمد لله ما عندي حتى حاجه من هذا الشيء اذا غادي نموت من مور العرض مباشره يلا نيت معايا الوداع حياتي الو سومك معاك المقدم حسان شكون معايا ساعه القيد اصبح الخير ساعه القيد
كي صبحتي بخير هانيه امك مزيانه الله يحفظك يا سعاده القاي الله يلا بخير يا سعاده القاي اللهم لك الحمد الحمد لله سعاده القاي الله يلا بخير ها وراق ديال التنقل بديت كنفرقوا سعاده القاي الله ودا سعاده القاي اللي قلتها هي اللي كاينه الله يحفظك يا سعاده القاي الله يلا بخير وبغيت نطلب منك واحد الطليبه سعاده القاي الو سعاده القاي اطلب منك واحد الطليبه الله يحفظك يا سعاده القاي الله يسهل عليك الو الو سعاده القاي الو مقدم خرج عليه التيك توك شنو الحاج لماذا تتمرغد مثل الدحش اغيزو الحاج اغيزو اغيزو صباح الخير بخير هانيه شنو شكيفني 400 جاي خاوي الحاج جاي عامر شنو عامر هموم ومشاكل طلقنا الحاج طلقنا اش باغي الحاج أبغي تسير مقدم الورقة ديال الخروج حلف بالله تبغيتها وحق الله العظيم وهانت بغيتي تخرج الحاج فين تخرج في هاد الدوارة نخرجي هنا حدا السكة والسكة الخلا والكلاب شات شوف تما لا راه كاين واحد الدران دران؟ اه مال الدران تي 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 تيجي مع الثمانية واش بغيتي الدران انت مع الثمانية تينزلوا منه واحد الموظفات المقدم ها؟ تينزلوا منه واحد الموظفات واش كيدايرين هاد الموظفات؟ المومو المقدم ها؟ والله حتى المومو الحاج نحل الشيطان اقسم بالله ها؟ ياك ما كتبسل عليهم؟ لا اه اوك تنسقي عيني ياه ترويض العينين اه مسكين مشى كل شيء هاك هاك فقط صاف فقط ما كدير والو لا والو مسكين مريض الحاج بزاف شربتي الدواء؟ اين دواء؟ ديال الزهايمر راه الصباح عطيتك الورقة تحمقني اويلي خليتها فوق التلفازة اجي فيه غادي غنمشي ناخذها باش نمشي نشد التران التران مازال 8 الحاج كاين واحد ديال 7 الله روف ديال الطالبات طالب دوز جلس دوز جلس الحاج دوز جلس دوز الليله كاع معاك دوز طريح علاش غنجلس دابا انا هنايا اتسنى يجي الطبيب يشرح لكم الوابة مقدم عطيني ورقة الخروج سربي نجات ما مساليش اللي كنقدم دابا عطيني وقت الخروج ما كيك لاباس طير لي النقشه باغا نمشي نشد التران ديال 8 سربي ياك ما انت هي الموظفه انا جات الزمره هذا تاش من الموظفات عطيني باغا نمشي نشد التران سربي الله يرضي عليك ياك لا واش مسافره ولا لا ما مسافراش شنو دابا كيشتي انا والبارح جات عندي بنت خالتي أه؟ وتبسل على واحد الحمار هي في داك التران ديال 8 كيتسناه حتى كيجي هو قال لي نخلي دار بو هنايا لا 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 لا, لا ماشي شغلك اه ماشي شغلك خليني مني ليه شنو ديري لي انا باغا نمشي نشوف هاد راس الحمار هاد راس البغل اللي ماشي تبس على عباد الله ومخليني انا نجات انا كيم كارديشيان ديال الدوار كيم كارديشيان اه كيم كارديخان دوزي تجلسي لهنا دوزي دوزي وانتي الكلام في الدوار ما كينبحوش عليك بقى بنات انا اللي نعيش لك الزين دوز ناري على هاد بو في السواده علاش غنمشي نجلس دوزي يجي الطبيب يشرح لك الوابه كاين شي وابه قدك نجات الوافي الحاج يونس شنو غبرتي شويه ايوا هبط رجلك لهيه قولي لي نعم الحاج دابا بنت خالتك اللي تجي في التران مالها هاد الحمار هذا اللي تيبسل عليها اه بغل بغل ديكولاس تكون قالت لك المواصفات ديالو قالت لي خاصني غنشوفو نعرفو قولي لي انا جات قالت لي طويل وقرع وعنده الكاريزما الحمد لله انا طويل وقرع ما عنديش كاريزما عندي بيكو تخرج هالبيكو المقدم مجيد العظامه المقدم اللي فيصلح المقدم والمقدم بغيتي امشي اعطيني رزقي رزقي؟ كتسني شي حاجة مجيد؟ أبا وي شنو كتسني؟ ورقة الخروج ورقة الخروج؟ أعطيني ورقة الخروج وأنت ديما خارج بغيتي ورقة الخروج صافي عيت أنا عيت حياتي كلها وأنا داخل سوق راسي اليوم بغيت ورقة الخروج باش نخرج من سوق راسي وندخل سوق راس عباد الله وسيرا مع عباد الله دخل سوق راس وما تفرعش ليا راس لا 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 انا غنمشي برا الدوار شي دوار اخر ندخل لي سوق راس وهنا كاين الريسك
على مال هادو مالو؟ بغيت ندخل سوق راس الحاج، خفت نلقى شي مرا عريانه. شنو الحاج؟ شنو بلا خبر مقدم؟ شنو هادشي الحاج؟ هذاك راه فيل. هذاك بغيت ندخل سوق راس نجات، خفت نلقى شي راجل ماشي من الدوار. كتخوني انا نجات؟ الباطل هذا الحاج. بغيت ندخل سوق راس ابراهيم مول الحانوت، غنلقى كاتب عليا شي كريدي كثير غنتغاشى ليه تم. صافي تانتا. بغيت ندخل سوق راس كان مقدم، خفت نلقى شي 400 مكمشه. كتهضر في السياسه. الحبس زير معايا مجيد. شافي شنقول لك مجيد ديما؟ اش تقول لي؟ تنقول لك الا بغيتي تطلب مني شي حاجه اجيني ساحي، ما تجينيش سكران. دبي الا بغيت ورقه الخروج تنكون ساحي. عاد تاخذ ورقه الخروج هي تا رمضان عاد نجي عندك. دابا تا مجيد واش دابا تا رمضان عاد كتصحى؟ لا لا قبلك وصافي. دوز طريح، دوز طريح. صافي الله يعفو عليك، دوز. حيد عليا. السي المقدم هذا. السي ابراهيم اصبح الناس تغليلك. لا لا احنا في خدمه السلطات. الله يحفظك يا السي ابراهيم. ابرزطوك هاد الناس. واش هادي؟ بلادهم باغي يخرج، فين باغي تخرجوا؟ اجلسوا في ديوركم. شد برد على قلبك شويه، شد. الله يلا جبتيها في الوقت المناسب. قول لي السي المقدم، دابا هاد ورقه الخروج فين نقدر نمشي بها؟ هاكا السي ابراهيم هاكا. ترخى في النفس. ما كنشدوش الرشوه السي ابراهيم. هادي راه حلاوه. لا ما كاينش حلاوه، هاد الورقه الخروج ما كيعطيهاش لاي واحد. قال لي القايد، القايد منه شخصيا من فمو ليا لودني هنايا. قال لي هاد الورقه الخروج الا شي واحد مريض في الدار بغا يمشي يجيب ليه الدواء، شي واحد باغي يتقدى المولى ديال الدار تخرج هاد الورقه كنعطيوها لرب الاسره ماشي اي واحد. استغفر الله العظيم. ومني طحتي طرب ربع علينا السي المقدم اب ناقصنا هاد الورقه. سي ابراهيم، سي ابراهيم رب الاسره هو الاب، وهذا هو الالحاد بعيني. وقيل هذا راه الماسونية هذا. حبيبي ردوا منو البلاء. هاكا مجيد برد على قلبك. لا مجيد ما كيشربش الحلال. دير القرعة ديالك اللي هي. بابور. لا كدا لا صندوق. لا جمع ولا ناس. يا ريال لا برقوق. بنزيجي في الصندوق. لا برقوق. حقوقي لا ما يمكنش هاد الشيء. شنو هاد الشيء كدير؟ مظاهرة. هاد جمعنا كنا نديرو مظاهرة. ما خرجناش من يامات المنتخب يا خويا، كنا نحيحوا شوية. شوية التزام الله يرحم الوالدين. راه السي طبيب جاي ما تحشموناش، راه جاي من المدينة راك عارف. هو يجي يشرح الوباء انا نعيط ليه. يلا الله يرحم الوالدين. جاي على رجليه. ما تحشمونا شوية. نجات. شنو المقدم؟ طونيك ديال الدرهم غادي على رجليه. واش عقلت هذاك البيركار ديال السادس؟ لابس سروال ود الحرام فايل. ويلي ويلي. فراغ. شنو هاد الشيء؟ المكي ديال الصخيرات. هذا جاني المتكي ديال تمارة هذا. On va terminer aujourd'hui sur votre monde politique. Non, ah, non, c'est... Respiration, natation. Ah, c'est ce que tu dis. Merde, ma carrière de français, les iconards. Les iconards, j'aime dire conards. Ça veut dire quoi? Les épinards. Ok. Merci. Terminé aujourd'hui. Ok. Dekh le nefs, kharj le nefs. L'haj, ma kharjti walo. Kharj. واو شنو الحاج؟ شنو؟ شنو هاد الشيء الحاج؟ واقع واش واكل الحاج؟ دانون بيريمي ديالك. دانون بيريمي ديالي مربي ما يديرش هاد الفايل. حاج ما تململينيش، خليني زامط الوقت. درت زيادنا هنا. جيت ومجيد. واش ما شميتي والو؟ غاسكت راه فيها واحد التبويقه من داكشي. الله يخلف عليك يا الحاج، ترى هز معاك كتامه يا الحاج. ويلي ويلي
الله ينعلبو شي شراب قدامك تاي بقيتش نحمل اشوف تنكون غادي وعطيني شي ميكان جامعي وليه تدير واحد القضية بديت جي عندي البيت طلق لي شي وحده وسير الحاج قلت لك خرج من فمك ماشي مل شافي شافي الله يسامح اللسان ما فيه عظم مرد اوكي 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 ريسبيراسيون اون با تيرميناسيون غنكملوا اوكي اليوم جيت نشرح لكم تداعيات مرض كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس مالها هي بحال بحال الزكام ملي كيشدك الزكام كتبرى بعد 3 ايام اوا ملي كتشد كورونا انت اللي كتمشي بعد 3 ايام اوا اشهد اوا اشهد اوا اشهد ايه اه ايه اه ايه اه ايه اه ويه 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 اي 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 هذه هي كورونا فيروس اوا اشهد اوا اشهد اوا اشهد ايه اه ايه اه ايه اه ايه اه ويه 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 واو سا سي كورونا فيروس اوا اشهد راه مخلصه على جوج ماشي ثلاثه خفش الله يرحمه ليش شي وحيده على وديت باس وراك على وجه باسو فين هو باسو كاين كاين ديال زاكوره ديال زاكوره اكسكي اللي هي مهمة أتوسل إليكم سي سوفي ممنوع منع كليا سي سوفي ارتجال ديال الفرانك دوي دغيا لا ما غادي توسل إليكم سي سوفي ممنوع تسلموا على بعضياتكم بالأيادي منع كليا دابا سي الطبيب أنا اللي بغيت نسلم على الحاج ما نسلمش عليه بيدي ممنوع تسلم عليه باليد مرحبا كي داير الحاج أنا باش بخير دير قبالة غبرتي شوية اش درتو سلمت على الحاج باش لا بيز ايوا مبروك ايوا مبروك عليكم راكم حاملين ها ويلي انت هادي سي بانو كرد شوف هو انت هادشي امتى ما قلتش كنت سكران ما قلتش دكتور شكون اللي كان معاك شكون انت ما قلتش انا بغيتي تفكر تفكر امتى تنفستي حدايا جلست وما تنساوش تعرضوا علينا الاسبوع على الحاج الرفيسه على حسابي تا باش حاملين سي طبيب وراكم حاملين فيروس كورونا خلعنا هاد ود الغليظ هذا صافي دابا انا سمعت انه خاطر خلعنا انا صافي راه صحيح انت كحال شويه في الريبيتيسيو حلفت نقولها لك ابي انا خاصك نطرد ليك شي لعيبه والله تعاودها اوكي اون فات ريميسيون اون فاكونتي اون جوي اوكي ثاني حاجه يجب عليكم الالتزام بما يسمى بالتباعد الاجتماعي ما هو التباعد الاجتماعي هو تخليوا بعضياتكم جوج الامتار متر ونص على الاقل اش كدير اسي ابراهيم وقلت شي تباعد فين هو واو هاي 5 متر ومن هنا هاي 6 متر ولا تجي والتباعد بعضياتكم خليو متر ونص ديال جوج دامطار اش كيدير فو اعداء النجاح في ممشيت قلت كيدير دكتور نعم استسمح مرحبا بالنسبه لهذا التباعد هذا واش غير خارج المنزل ولا تداخل المنزل برافو صفقوا عليه صفقوا عليه برافو 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 سلام اون فرونسي سا لا سيتيلاجيون لانتيلاجيون اوكي اون فاتيرميني بالنسبه للتباعد الاجتماعي كيخصكم في الشارع وحتى في المنزل بالنسبه للمنزل زعما هي اللي استفسار فقط تفضل
الكوزينه الدروج المراح يعني كاين الغموض. اوكي كاين الحاج. اوكي بالنسبه للمنزل في الدروج كوزينه في الصاله بيت النعاس جاك من الاخر دابا شاف بلا ما تزيد تسول. قول لي يا سي الحاج كتسول على التباعد داخل المنزل ياك انت مرتك ميته؟ يا ويلي عمي انت ما استفدتش. لا سي واش اللي ميتين ومرتو ما يستافدش؟ لا جافك الحاجه جافك غيبقى فيا عاود عايشه مسكين. مالو تزوج عاد السيمانه الله يدوز شهر العسل اغميس. الله اكبر سي طبيب دابا التباعد عندي حتى في المحل. اي 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 واش عفتي على مسمار انت بعدا خصك التباعد تحترمو بين الحانوت ديالك وبين الزبون خلي مترونس وغدير واحد الاناء تخوي فيه الروح ديال جبيل وتحط فيه الفلوس ديال الزبائن وترد ليهم الفلوس ديال الزبائن. اهلا قول لي غاب شويه عليها حتى هاجي ما شاء الله. نعم دابا هاد المسافه الامان ماشي مشكل زيد ويني دابا هاد الاناء فيه جبيل الروح جبيل ندير فيه الفلوس ونعاود نرد لنا. برافو عليك دابا انا ندير 4000 وسط الروح جبيل ياك وراه غتولي 400 مسخوط الوالدين هادو راه صحاب السماوي هادو. اي صافا هادو راه يجيبوا الاحترام تدابير وتا واخا يكونوا ما عرفت باش راه حاملين الفيروس حاملين الفيروس هادو وتا واخا ما عرفتش يكونوا حاملين حتى 9 شهور ليه بيل هادو كاينه كاينه هاد الهضره ما فاهمش ما فاهمش ابراهيم ارتاح كاينين شي حوايج باش تعرفوهم انكم حاملين كورونا فيروس كاينين مجموعه الاعراض. الاعراض الاول الا مشات لك حاسه الشم ومشى لك الذوق للاسف انت حامل فيروس كورونا. دكتور تفضل. انا مشى لي الشم. نعم مشى لي الشم. نعم تفضل. ومشات لي مالين ومن السطح ومشات لي واحد الماندا ديال لانتريت حتى هي داخله في كورونا ولا فاش؟ هادو ماشي اعراض كورونا ديالاش دكتور؟ اعراض ديال الحزقه. يا ربي صافي ديال الزلط. اسمح لي ما باقيش دوي. سي طبيب خلاص مجين. انا مشى لي الشم لطيف ومشي لي الذوق. كحز 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 انت في كورونا كحز. ومشي لي السمع لطيف ومشي لي تلمس ما بقيتش كنتلمس. اذا انت راك حاله خطيره انت حامل كورونا فيروس. جاوب هذا راه قال لك فيروس هذا عام تمن خاصو هكاس ديال اللبن ياك اشري. سكيري هذا كاينه كاينه. حتى انت مشى لك شي حاسه؟ لا انا ما مشى لي لا الشم لا الذوق. انا مشى لي واحد الكارني ديال الكريدي من هنا كلشي غيتقلب نجات نوضي تقلب. لا ويلي ابراهيم حمر حمر اه هو عندي انت اكد من ديك السينات كاينه ما حقوش. اوكي اون فاتير ميني اون فاكونسي اون جوي ودابا هاد هاد القولي شي دواء ولا شنو؟ اوكي بالنسبه للدواء ديال كورونا فيروس للاسف للاسف انه لحد الساعه حتى شي واحد في العالم ما اكتشف دواء كورونا فيروس. كاين الدواء ديال كورونا. الله اكبر نجات. الله اكبر نجات العظمه نجات. الدواء الدواء ديال كورونا فيروس اللي حاروا فيه العلماء ديال العالم نجات عندها. والتهبيل ترى البها قول قالت لي الدواء شمن قول لي نجات اعطاك. اشنا هو نجات؟ الصفيحه ديال الحمار. ها هو يا نجات ها الصفيحه يا نجات هاك يا نجات ها هو يا نجات. شنو يا نجات؟ من الصباح وانا تنصفق. اعطيه اعطيه. بعيد على شنو؟ بعيد جلس على انا مريض ومصور معاكم الحلقه. الصفيحه ديال الحمار. ناري غفلنا تشرب كين. سموحات ايوا هاد التقلاز راه ما مكتوبش في المسرحيه مزيان تحمس. وانا جات. نعم واش انا دوي لك على الدواء كورونا وانت كدوي على الدواء العين ديال الحمار وانت العين سهلتيها الا ضربات كورونا راه غيمشي لك الذوق والشم اما الا مشات تضرباتك العين راه غيمشي لك الذوق والشم واللمس والمدام والدار والطوموبيل غتبقى تا وديك الكرش هادشي لا بقات
الله يهديكم ما تديوهاش على هذا الجهل، هذا كيتسمى الجهل. دواء كورونا ما كاينش، وانما كاين شي حوايج اللي خصنا نتبعوهم باش نحميو راسنا من كورونا. اول حاجه فيتامين سي، فيتامين دي والزنك والحديد. والحديد يعني الحديد والزنك، الزنك والحديد والفيتامينات كاملين. لا سي ودي الحديد والزنك مهمين في جسمنا. حديد والزنك برافو عليك. واش الطبيبه دايره؟ ما خاصهاش شي اوردونونس. واش خاصها؟ دايره خاصها رخصه ديال الباشاي. ايوا ملي الزنك والحديد راه ساكن العشوائي هذا، يا ولد الغليظه راه غتصيفطنا الحبس. ارحم والي. فين هو؟ مات. فين هو؟ جنازة رجل. رشوي. إيه والله يرحمه. مات. أنا وضعت قراءتك. إيه ودي الإشارة. واخا العزي. راه بيتي نفسنا. صافي أنس. واخا. الله إلا صحيت في هاد الجرية هادي. عرفتي اقسم بالله وتعاود اش ندير لك. ايماجيني شي واحد يهضر. ايماجيني شنو ومشيتي عند الكاسول فين كتسول؟ رجع هذاك راه عندهم على المانيات. شنو ما كتضحك؟ غيموت بالضحك المنون. ما كتضحك اصاحبي. شنو هي؟ اش طاجين معايا؟ هايك تبولك فورقه. غنشدك السي خالد، غنجيبك لهنا، غنحطك، غنجلس عليك. الله يرحمك. صافي والعرض جاي يجيبوا حسن فلان في بلاصتي. اوكي دابا بقات لنا واحد القضيه مهمه، كيفاش نعرفوا راسنا واش انت في كورونا؟ كيفاش؟ قول. شوف سبحان الله حديث. كيفاش؟ قول لينا انت. قول انت كيفاش؟ ارحم بواك. كاينه واحد التحليله او ما يسمى بالتيست تيستور. غنجيبو داك التستيستور كنديرو فواحد العمليه هنا باش نعرفو واش في كورونا. اذا هاد العمليه غنبداوها من اكبركم سنا اصغركم سنا. الحاج سير الحاج. الحاج الحاج ياك الحاج. ايوا بسم الله. بسم الله. لا تفضل الحاج. غافي حاج. اوكي لا ماشي تما. شكرا. ماشي تما حاج. واش ما شفتي واحد الفطور اللي دير ليها؟ انا لا جلس صحاب الشوكه. انا جلس صحاب الشوكه بلا شك. انا كبيت تشوف التيستر. بيان تعرفوا. بيان سيو. اوكي بسم الله. ها هو شنو هذا؟ هذا هو التيستور اللي غندخل. عندك طعم احسن بلا ما تضحك بزاف راه عيني وي وخايباس. لا ما تكتش. شوف الحاج هذا غنحطو هنا، غنجبدو واحد العينه باش نعرفو واش فيه كورونا ما فيكش. هذا غتدخلو هنا عينه باش تجبد العينه. برافو عليك. غتجبد لي عيني بهذا. كبير هذا الشيء الحاج. نعم. ما كتيقش في الطب. كنتيق. ما كنتيقش في هذا. تغنسى هذا. شوف هوب نساه. اوكي عندي لك مجموعه الاسئله. هو الاول بيان سيور. واش فايت لك درتي التيست؟ اييه. برافو. فين درتيه؟ سيفيا مع بونو. مع بونو مزيان. اتليتيكو بيلباو. يا ودي. الحال مؤخرا في النصر. النصر ضيعت بيلانتي جابوا كريستيانو. جابوا كريستيانو. الحاج. نعم. بلا ما نتعصب. لا داوي لك على كورونا فيروس. تيست كورونا ماشي ديال الكره. لا ما عمري ما درتيش. ما عمري. رجع شويه هكا اللور. ياك رجع شويه اللور الحاج. ضروري لتح عندك الميكرو. لا الله ما تخرج. دخل حبس. اوكي ما تدخل ما تخرج. كنسمع الطيب انا. سكت ما تملمش. كنسمع انايا. عراسك هكا شويه. بسم الله. انا مساو والله ما عندي ولاد. ما تخرج. بسم الله. ما حسبوا لك حد والديك. علاش زكاز كنحس تقيس لي المخ نعبوك كل الحاج كنحس زكاز. الفيديوهات ديال العرس ديال بنتي. لا بلادي بشويه زكا. الفيديوهات ديال الوالد خرج الحاج. ايوا شكرا شكرا شكرا. انا سعيد سعيد. شكرا. امتى نرجع لهذا الشيء؟ شويه نرجع. واخا سير سهله.
اوكي او بريزونت او بريزونت سي ابراهيم نوض سي ابراهيم نوض لا سي ابراهيم نوض انت سي ابراهيم جي معاك علي سي ابراهيم علي سي ابراهيم علي سي ابراهيم اوكي اش كديروا التبيع العجل دونك اون با كومونسي لا كيسيون وي مسيو ابراهيم وي واش فايتك درتي تيست كورونا فيروس الله يودي فين درتيها كل سبت وحد مع الجو ايه الله تيست ايه الله تيست سي ابراهيم الغرامه ماشي داوليك على تيست كورونا ماشي ديال الشيخات في العراسات لا لا ارتاح شويه لورا سي ابراهيم بلاش السي الطبيب علاش بلاش باقي تابعني العصر واش جاب العصر للتيست كورونا انا كنقول لك انا عارف راسي تكا شويه بلاش اودي الله يهديك واش تحمل مسؤوليتك محملها سير سيدي ارتاح شويه بسم الله بسم الله لطيف 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 قلت لك تحمل مسؤوليتك اش هاد الشيء احنا دابا غنصدقوا معاودي الوضوء مسالي لي الحجر ديال الشوف غنتوضاوها بالبارد الله يعطيك مصيبه الله يمسخك اودي اون بريزونت مسيو مجيد تفضلي مجيد فوالا دونك مسيو مجيد واش فايت لك درتي التيست اييه درتيه فين درتيه في لوطوروت على ولاو في لوطوروت كيديروا التيست ابا وي شكون يدير لك التيست الجندارم وي 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 دارك ملكي مزيان كي طلعت النتيجه ضربوني في 6 شهور ديال الحبس علاش ماشي راه لقاوني سايق سكرين ويلي وغادي انتيردي ومشي على الشدو ومعايا دريات اللور ويلي وشناوال طاحوا لي لوندي سميرة كانت تقرص شي حاجة ما عرف ليش الدرك والمقدم تا هو كان معايا مسكير ويقول لي من هو القيد ترون يا قلت واش كانت تعمل شاخدة واش انا دوري على تيست كورونا وكنت كتبغي تيست السكيريه لا يا عمري درت جلس رجع شويه لراسك بسم الله اش غدير سي طبيب اوب غنشدو هاد العود غنمشي لهنا واحد العينه نعرفو تيست كورونا بلاش سي طبيب علاش والله الا بلاش علاش انا سكران ب 30000 تفيقني حتى بعود ب 4 دراهم الا وتيستو نقول في كورونا قول لي وفيا كورونا يلا تهلا في عود الغليظه صافي صافي هذا اخر عرض غيلعب معنا في زبايل طلع 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 بارك اخ اليوم ندوز معاك في شوف تي في راه كاينه مزيان نجات او بريزونت اوكي نجات نعم واش فايت لك درتي تيست اييه كي طلعت النتيجه جوج شرطات يا ها حاملة ما قريتيهاش هذه كنت عارفها عرفتي شنو الشرطة ديالك هذه الشرطة ديالها حيانا عليك حاملة ياك اللي ما مجوجاش يا عم مجوجاش ما نديرش تحليلة جبتها وصدقات سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله الزبير عندها راقد واخا ما داويش على التيست ديال الحمل داوي على التيست كورونا في يديه لا ما اذا ارتاحي شويه هكا بسم الله خذي السي الطبيب بغيت نسولك قبل ما ندير التحليله ما تنسولك الله يعطيك الستر مجوج اوف ايوا دوي بصراحة نعم باقي ما ديه لحنا لا لا الصراحة أنت كتبان لي ما دغا كلشك بصراحة ما كرهتش أنا شي من الناس اللي
اللي نسترها وتسترني. ولكن صراحة بيني وبينك انت ما خاصكش بنت الناس سترك. شنو خصني يا حبيبة؟ انت خاصك قيطوني سترك خزانة. اسمع على ودنك يا ود الغليدة. صفقوا على أنس باش ينقز من تما. ما يمكنش. واخا والله يا مو كنشدك. لا الصراحة أنا غنبدل رأيي ناري، ما كانش عليا نتسرع. محمد رمضان المروان ياك ياك. والصراحه الصراحه على ديك التنقيزه اللي درتي تما، واخا هي التنقيزه ديال الفقمه. واخا سي ونح اجي نخدم خدم اجي. سي طبيب سي طبيب زيد بخير هنيه. اللهم لك الحمد سي طبيب. لقيت بوش لقيت بوش سيدي بحال القيد انت. لا ولا حفظ دابا انت اللي بحال لقيت بوس ليدين. لقيت بوس ليدين. والباشا بوس ليدين تاهو البوس ما خاش بوس ليدين. انا ماشي قايد. جلس درني تذكر الله. ما قالش لي ساعه القايد مجوج. اي القايد قال لك. لا القايد هو اللي جوجني. واش اي حاجه بيدنا خص القايد يقولها لك. ضروري القايد هذا دابا انت ما درتش تذكر الله. لا ما درتش تذكر ما فهمتش. خدام في الصفوف الاماميه. ما قالش ما قالش انا سيطر. كاش وياك ارتاح ما تخافوا ارتاح ارتاح. شنو بسم الله شنو هادي؟ غنجبدوا واحد العينه من هنا باش نعرفوا واش فيه كورونا ما فيكش. فين الزبده؟ فين الزبده؟ واخرك؟ واخرك؟ نيفي؟ قول لي نيفي. كاش فيها؟ هلا سير بسم الله. امشي امشي هذا ما قلت. امشي 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 عليها. وداك الله خبيت على ساعه القايد باش ما يشوفهاش. وقول فين داك الشاش. سبحان الله ما لقيتي فين ديناه هنا. وراك في ستريس قدام ساعه القايد صافي كان تابعك. سبحان الله لا كيقول واحد مثلا سي مقدم الملقيه من الخير. تهلا في راسك سي اسمع على خير. اجي قسم معايا سي طبيب. سي الله نعاون ام حق الزبايلي ولد الغليظه. والله تيضحك انس وحق الله. الو السلام عليكم. اي وحسن المقدم شكون؟ سعد القيد عاوتاني بخير هانيه امور مزيانه. الله يحفظك يا سعد القيد. اللهم لك الحمد بخير الحمد لله. اييه الدعم رفضي لك كنطلقوا الدعم. الدفعه الاولى عطيتها لهم. الدفعه الثانيه نعطي لهم دابا. وخصها الدفعه الثالثه. الدفعه الثالثه الشهر الجاي. والدفعه الرابعه سعد القيد. سعد القيد الدفعه الرابعه. والدفعه الرابعه سعد القيد. الو وسعد القيد. الو شنو الحاج مال انت تهضر مع القايد تتكى على كرشك؟ القايد هذاك لا هضرتي مع الوالي شنو غديرت؟ اين والي كيفاش اين والي؟ الوالي سيدي مبارك قعد حملي راه بارك تلقص راحي باش نمشي للغابة فم الغابة ضيق وغصيادة راه المكاحل صايدة والعذار ومية ناري وعود القرفة درني في رجلية عندك قيد عندك قيد عندك قيد عندك قيد ها سهيتي ولاش؟ لا لا مشي سبع قيت اش باغي الحاج؟ اش باغي؟ وصل هذاك الشيء ديال الدعم 2400 اطلق. الدعم الدعم تعرفوني انا في الدعم. وصل داك الشيء الدعم راه صيفط لك هاك قيد هذاك شنو؟
وراه اللي نصيفط لك ميساج. اه ما عندكش تليفون صيفطك من عندي. اه تابع سميتك الحاج. الحاج وسميتك سميتك اي الحاج والحاج السميه اللي عندك في لاكار. اه الحاج انت سميتك الحاج. اه الا انت ماشي حاج. لا وانا قاس كنحتارك تقول الحاج كبير اللي لاقي معاك. ما الحاج ضروري السعوديه راه الحاج جاب النيه. الحاج شنو كنيتك؟ بن جلون. اه انت ما خصكش تاخذ الدعم، انت راه خصك تبرع للصندوق الحاج. لا هذه ها كان دايرها جدي كانار باش يحترمونا الناس. وكانوا كيحترموكم؟ لا علاش شنو كنيت؟ انا كنيتي الرخيص. رخيص رخيص الله يبارك رخيص الحاج رخيص. نمرة د لاكارطة الحاج 06 07 8 9 10 11 شنو تبرعيش الحاج؟ 64 عطيني النمرة 48 48 64 64 ألف واحد. شنو هذا الحاج؟ نمرة د لاكارط ألف واحد راه النمرة الماتريكول ضرباط على الحاج. عطيني النمرة د لاكارط باكا. هذيك النمرة د لاكارط هذه اللي عندك في لاكارت؟ هي اللي عندي في لاكارت. هي اللي عندك؟ هي راه نشوف لاكارت ضروري الإحراج. فهمت شنو هذا؟ شنو هذا الحاج؟ لاكارت ناسيونال. هذه راه كارت كريز الحاج. قول والله تا الكارت كريز. والله تا كارت كريز. أويلي راه دخلت بها ربعة ولادي للحالة المدنية. بهادي؟ بهادي. دابا ولادكم راضعين مع البيكو. من عندنا الصباح تيبقاو يبيرجيو. تيدير عطيو. أنا ولدي واحد يلاه دوز لا فيزيت تكنيك. فين؟ في الحبس. شد شد الحاج، شد اللقاء معاك. أنا ندخلها بالنمرة التليفون راه حافظة. مراقبة مقدم ما كيزهق والو. الحالة العائلية الحاج. عازب. والحاج وفلان عازب. واش ما تحمقني راه عازبه تاخذها 800 درهم، الا دخلتي الوليدات والباي ديالي هذا تقد توصل حتى 1500. الا دخلت انا الوليدات وخديت 1500 والاخر دخل ولادو وخدا 1500 والاخر دخل ولادو وخدا 1500 شنو غادي نخليو في هذا الصندوق؟ اوه فاجئتيني الحاج. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم دردكو. هابو جوك ديالك الحاج. شكرا. والله إلا واخا نصاب مرة مرة كتفاجئني. الله يجازيك. هاك الحاج راه صيفط لك الميساج غادي يوصلك إن شاء الله. فاليدي. صافي فاليدي. الله يجازيك بخير. أغلي تليفون. أغلي تليفون نسيت الحاج. عزيز عليا أنت المقدم. عارف اللي كاين. هاك هادو. الأكسسوار في شكل. مالو هادو ديال ولادي. مالو كل واحد صيفط ليه 800 درهم بوحدو. الوجه المشروك ما يتغسلش. هاك الحاج سير الحاج. انا في هاد الشيء الفلوس ما كاينش يا مرحبا. سير اسخط لوالدي سير. الله يلا الحاج طلع نصاب دوز عليا انايا. قدم نجات البحر والهواء. لا نوض 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 معنا الناس نجات مياو. يلا غنوض قضي لي الغرض. نوض نوض شنو هذا مالو نجات؟ نعم صافا الحمد لله كل شيء بخير. الحمد لله انت بخير. شحب الخاطر الزين. ما هاك بغا غادي تقدا دابا انا جات نصيفط لك الدعم. داكشي ديال الدعم لا صيفط ليهم يتاكد واش وصل. هي الاولى اجي ما صيفطتي لي الميساج صيفطو 90 90 وانا جات الدعم راه 17 17 ماشي 90 90 وديالاش 90 90 انا شفت التلفازه قال لك صيفطوا اس ام اس. هذاك راه مسابقه تربحي طوموبيل. والدعم شحال؟ عازب 800 درهم. ايوا اكد لي على 90 90 طوموبيل. الى فريته
هاك قلت لك على الطونوبيل مشى صافي ايوا دابا صيفط ليا الدعم ولاش بغيتي ايوا الا نقدموا الطونوبيل باش غديرها مارش اه نروح لجافيل هاك واخا 800 درهم ما توصلك حتى لبوزنيقه انا جات وعلاش ايوا ما فخباكش المازوط راه ولا ب 17 درهم على 17 درهم مالو الروج ها الفودكا نجات فيك ما تبقاش تحكر المقدم خلينا نجات ما تجرحيليش اخلاقك السي المقدم هذا عاوتاني وسي ابراهيم اسمح لي راه كنستغل لك المجال ديالك اسمح لي شي مشكل حنا في خدمه الدوله الله يحفظك السي ابراهيم هاني اللهم لك الحمد بخير هاك سيدي قضي غرض هنا انا نصيفط لك ميساج ديال الدعم لا انا ما باغيش دعم انا جاي باغي نتبرع في صندوق ديال كورونا اوه تصفيقات على السي ابراهيم انت هو الفخر ديال الدوار ديالنا شي انت السي ابراهيم اللي ما كنتيش دوار والو انا راه عزيز عليا السر هو الكتمان ما نقولها لحد والو صافي انا نسكت قضي غرض يلا عطيني النمرة ديال الكونط بونكير لاش باش نحول فيه للصندوق ديال الدعم واش سيدي ما تحولش واش دختي ولا ما ادخل البلاصه ديال الاي سي ميس وصيفط 10 دراهم صافي محيح عنا على وديت اي سي ميس ايوا والله ما 10 دراهم والسير والكيشمان ولا واحد عطى مليون دار ليه سبونسوريز ابقى عن نملو الدبال اللي ما فراسوش شكون هذا صافي دوز سيمو لايف صافي 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 غنصيفط لكم ميساج يلا هاد ويدي الخير مبروك شي بزاف صافي داز هاك السي ابراهيم وانت ما عندك حتى التعبئه وكاس كتصنطح لا هادشي بتعبئه ايوا باش هذاك النية ابلغ من العمل النية ابلغ من العمل عطينا وجهك المقدم 800 درهم كل شراب كل روج صافي انا تلقى المقدم انا صيفط لك الدعم صافي وما باغيش الدعم مال شوف لي لوكاليزاسيون ديال الدار تلفت شوف لي علاش تلفتي ماك شنو دابا انا كنت جاي من ديك الحانه اللي في الفيلاج وانا ندير هذيك ويز وكتقول لي عند الدوار اتخذ المخرج الاول كناخذ المخرج الاول قال الكراسي في الغابه كنعاود نرجع عند الدوار اتخذ المخرج الثاني كناخذ المخرج الثاني قال الكراسي في الواد مالا كتصيفطني غير البلايص اللي فيهم الريسك واش هاد ويز دايره كولابوراسيون مع الشفاره واش انت باغي تحمقني يا مجيد اه وعند الدوار يعني عند رون بوان دوار و رون بوان ماشي دوار ولاد بالعي اي دابا الدوار هي رون بوان اه يا رون بوان دابا خاصني نمشي حتى لعين عوده علاش تما فين كاين رون بوان مزيد ما تحمقني الصباح هذا انا غادي نصيفطها لك هي تبع اللي قالت لك دير وغديك للدار اللي قالت نديرو اللي قالت لك دير اللي قالت نديرو اللي قالت نديرو اللي قالت نديرو المقدم هيدا هيدا خيبه 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 مالك ماشي راه مشيت للبلاصه اللي قالت لي وهي تقول لي احضر الشرطه وانا نهرب لهم خيبه خيبه هيدا صافي لبدها والغواته كتخاف من البوليس انا ما كنخافش من البوليس وياك عاد دابا قلت احداك الشرطه وانت تهرب ودوك راه الشرطه الحمار يتحبهم البوليس تعرف اش قال راه ما كيفشي بحال بحال ياه ياه على الشرطه ماشي هما البوليس لا وشكون هما الشرطه وشكون هما البوليس البوليس سيدي هما دوك اللي كيلبسوا اللبسه كري كامله ولا كيلبسوا هذيك اللبسه كحله كولا وكاسكيطه اييه وكيكون عندهم فردي اييه الشرطة راه ماشي بحال شكون هما الشرطة؟ الشرطة هما اللي كتكون عندهم قميجة شيبية وكاسكيطة كحلة وزرواطة يا خويا هذاك الشرطة هذا؟ إيوا شنو؟ هذاك السيكيريتي يا الكالاخ قول والله تا هادو سيكيريتي والله تا سيكيريتي ويلي 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 ست شهور وأنا هربان لواحد ويلي ويلي دافي تا بجري أنايا واش دابا انت ما كتخافش من البوليس كتخاف من السيكيريتي ويشي عاطينو زرواطه يا خويا ما فهمتش دابا انت كتخاف من الزرواطه وما كتخافش من الفردي والزرواطه راه يقدر يضرب بها الفردي يقول لي يجي بدو تشوف واش يوقع عليه هو نيت زيد 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 اديني انت انا نديك السكيري اللي قال لي والناس ديال الدوار
واسي مجيد مقدم الحاج نجاة سي طبيب واسي ابراهيم انت كنتي كتشد في القميجه اش كنتي كدير سي ابراهيم اليهو كنت كنخلص على الخدامه شواقع باش اللي نعس على راحته شواقع الناس الدوار شنو كاين شنو شواقع واش مات لك شي واحد من العائله لا 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 مال هذا المصيبه هذا ماله الناس الدوار خصكم تكونوا فخورين بيا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد انا اول واحد في العالم كيلقى لي قاعد كورونا طوز هيرا هاي هاي على مور صيف سلاوي لقاح عاود اش قلتي قلت لكم اللقاح كورونا طوز سير هاد اللقاح دقوط ليه لراسك علاش عايقين بكم هنايا باش عايقين دير لينا في جي بي اس فين جيت كي هاد جي بي اس لاش غنديروه باش تعرفونا فين غاديين وفين جايين وانت كتلوط غير من دار الدوار ومن دوار الدار ايه من دار الدوار ومن دوار الدار ولكن راه واحد السبت راه ما كنعرف فين كنوض انا تي كنوض حدا شي شجره ولا شي حاجه آه. اودي الله يهديكم ما تيقوش هاد الجاله اش هاد اجل على الحاج التخربيق الحاج شويه ديال المنطق سير الحاج تكلم حضروا الحكمه الحاج واش ابراش هادو قلت لي قاح الحاج مبروك الله يحفظك الحاج هذا داير لينا فيه الميكرو علاش باش تعرفونا فاش كندويو وداك دلقوش الحاج عندك كيدوي العيال اللي كيبقى ساكت شنو كتقول هو بالنهار انا ما تندويش ولكن منين كنكون ناعس نقدر نقول الاسرار ديال الدوله انايا انا خاسر انا يا ودي الله يهديكم ابراهيم سي الطبيب ضريح مولاي درب هذا الجهل في صيفة بنادم الله يرحم اشرح لهم السي ابراهيم سولني انا اللي تنتعامل مع الكور اشرح لهم السي ابراهيم الله يرحم عليك هذا فيه تحديد النسل هذا اسمع القوير اش قالوا لي هذا باغيين ينقصونا من الكره الارضيه شونا تقنع على الكره الارضيه قلتوا راه نقصون عايقين بكم اجا 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 شحال والده 12 وشحال بغيتو توصل 16 راه فرقه الكره هذه كنصخط الوالدين سير دير النيه وجيبوها ياك يا ودي الله يهديكم حيدوا هذا الجهل حيدوا اش كدير ويلي 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 كلا الديكور وكلا الديكور واو 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 فار الله يعطيك مصيبه كنا غنلعبوا به في كازا انت سخبت بالله فيك كل غير الجهه اللي مضرقه فؤاد راك الخبز لا والله داير درهم ماشي مشكل والله الا بليل باقي فتي برزينه كلا الديكور هذا مسطي حيد من حدا الباش حيد من حدا الباش اجينا عبد الملك اجينا حيد من الحانوت ازازاز اسيادنا ديروا الثقه ديروا النيه هادشي كتقولوا راه ما فيه حتى حاجه من المعقول واش عباد الله ما تحشتوش ترجعوا ليامكم اللي كانت على الزين هي ماتنا اللي كانت كل عليه واش ما تحشتوش حبابكم وصحابكم تسلموا على خوتكم تعنقوا فاميلكم تمشيو وتجيو تباركوا العياد المناسبات واش عباد الله ما تحشتوش ابناء الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج دابا يصفقوا لك الرباط واعي ما كيصفقوش لا اي لعبه مسقات مسقات اصلا هما ما موحشينش الجاليه المغربيه كيجيبوا لينا سباكيتي ويجيبوا لينا لا الصابون ما عرفتش علاش كيجيبوا لنا الصابون شامين فينا شي حاجه ولا عباد الله ثقوا فيا ثقوا فيا وديروا اللقاح ديروا النيه الله يهديكم قول لي يا سي الطبيب دابا الى دقينا هاد اللقاح غتحلوا لينا القهاوي غنحلوا القهاوي ودوك القهاوي الاخرين يلاش جرادي 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 غنحلوا الجرادي حتى هما بارك الله فيك ديروا لي يلاه هادي وانا غنبقى حال حل الحانوت كيف ما بيدي لا البار وحل البار مع راس كيف ما بيدي عبد الرحمن مرحبا بي الله يودي واه سي الطبيب بغيت نسولك نعم انا جات وانايا دابا هاد التلقيح الا درتو نقدر نخرج من 12 الليل قبيله قلت لكم هادي راه صوبيشه مجيب فين خرجي مور 12 انا جات شي شغلك ما عجبك تخرجي من ورا 12 الا خلاتك امك اخرجي لا تخليني ما صوبيش كثار منها هي اللي توديها مزيان استاذ الحاج
وحلات لي واش وحلاتك شي ضغمه ولا اش دير اش كدير سير بعد من عبد الناس صاحبي عطينا هاد الشي ساعه هاد الخبز فيه شي حاجه بعد من الناس الحاج دكتور نعم وهل ستفتحون المساجد الله اكبر الله اكبر حاج ايمان الله على اخلاقك هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الحمار الحاج الله بارك الله نحل الجوامع وتسمع تصافو وتسمع صلاة الجمعة والعصر والصبح ونصليو مجموعين في صف واحد اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله الحاج الحمد لله نحل الجوامع الحاج ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله الحاج الحمد لله ولكن بغيت نسولك سي الحاج دابا كتسول على الجوامع ولكن ما كتصليش التنبيع السويه لحدا الجامع من واش اللي ما تيصليش يموت ولا شنو ها واش كيقتلوا اللي ما كيصليش باش دوز قالها بغيتي تقول كدير الايكوميرس يس والحاج بيع السويه لا بيع الدلاح بيع التفاح المهم هو ديروا اللقاح قابلين نديروا لقاح اجيدي صافي نديروا لقاح يلا هذا اللقاح اكبركم سنان اصغركم سنان شكون الكبير فيكم دابا يديروا من الكبير حتى ل 17 عام تحت من 17 عام لا 17 عام ما نديروش لا لا من الكبير 17 عام شكون الكبير فيكم الحاج الحاج هو انا 60 عام ولكن العقل ديال 17 زيد جيبها مخدم زيد زيد الحاج ديما جيب الوداع حياتي زيد سير الحاج ضريف هاد الحاج الله يرحمه واش سيزاريان ولا شنو تما الله يلعن والديك إذا الغرازي هادو باينة زيد الحاج زيد الحاج زيد زيد هي اللي خرالي غير بشوية لك غير بشوية الحاج غير بشوية غير بشوية الحاج حاج لوب 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 ناري حاج لوب 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 شوية الحاج شنو الله أكبر الحاج تحرقت لي الكارطمير هبش لي هبش انا والله لا درت هاد اللقاح انا ما ندوقش لقاح هبش كي ولا لا لا انا ما ندوقش لقاح انا ما غنديرش ما ندوقش سيدي لقاح واش دايرين لي انا بؤره ولا ندوقوا لقاح سيدي يلا حاجه تروينا من هنا ندوقوا لقاح سيدي فوي خلاص العقل الحاج الكعبي شك ما مشيتيش معاهم داك الجرعه الاولى وعلى ما خبرتش الدك الثانيه والثالثه قول والله حق مولانا انا حميد المرضي هذاك على جاي يتفرج شنو حنا دقينا فين هو داك الكرداسه شنو الفرجيطه دابا العمي امك انا دقيت فين هو داك نصكم فين هو ادوي داك الكرداسه الله 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 داك الجرام اش هادشي ناري شنو هادشي واقع؟ شنو انا دابا نعمي مخ؟ غدا نفر فرس النهر شنو هذا؟ انا هو جيرتي القرادة شنو هو؟ جيرتي القرادة يا ولد الغليظة انا ماشي